يا مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في اخر حلقه من حلقات برنامج هنا والشيف. للاسف اهلا بيك يا شيف، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه. وانتم بخير. على قد ما العيد فرحه، على قد ما انا زعلانه جدا البرنامج بتاعنا للاسف اخر حلقه النهارده. طبعا هتوحشونا، بس باقيه بقى ان شاء الله. انت اللي هتوحشينا، انت اللي هتوحشينا ان شاء الله. ان شاء الله نرجع لكم بعد العيد ببرنامج قوي جدا مع الشيف هوايدة ادم، شيف النجوم الجميله، منورانا. وناس كتير قوي جايه، كومنتات كتير قوي جربوا الكحكه بتاع حضرتك المره اللي فاتت وقالوا ان العيب بس كان عيب تكييف. ايوه التكييف بصراحه كان المره صعب دي جدا. خلاص حضرتك شرطتي ان لا اقفلوا التكييف. انا قلت لهم قبل ما نبدا اقفلوا التكييف عشان الحاجه ما تتجمدش. كل سنه وحضرتك طيبه يا شيف. هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده هعمل بتيفور، طبعا عاملاها بتيفور ساده وبتيفور بالشوكولاته. تمام. والبسكوت الاقتصادي، البسكوت الجميل بتاعنا بتاع زمان، بسكوت ما بياخدش 5 دقايق في العمايل وفي منتهى الجمال وطعمه ما يحصلش. انا بصي، انا مش هقول لك اني جربت الكحك، انا مستنيه النهارده الحلقه عشان ايه النهارده بعد الحلقه اجرب الكحك والبسكوت والبتيفور. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضلي يا شيف. دلوقتي هنبدا نعمل البتيفور بتاعنا. استاذن حضرتك تقول لنا المقادير بتاعه البتيفور. المقادير بتاعه البتيفور عندنا 2 دقيق، 1 كوباية سمنه، ونص كوبايه سكر بودر، وعندنا ذره ملح، وعندنا صفار بيضه. صفار بيضه بس وشويه. تمام. فانيليا، مش البياض، صفار بس بتاعها. لا بنشيلها ازاي الصفار من البياض؟ هوريكي هتشال ازاي. هنعملها وشويه فانيليا عندنا. وعندنا ايه نقطه خل علشان طبعا زفاره البيض تضيع. هنبدا الاول بنجيب السمنه بتاعتنا وبنبدا ننزلها. تمام. دي قد ايه سمنه؟ 1 كوباية سمنه، 2 دقيق، نص كوبايه. هي المقادير على الشاشه اعتقد يا شيف. طبعا احنا شايفين السمنه جامده شويه، هي طبعا بتبقى كده علشان نقدر ان احنا نضربها وتبقى كويسه. تمام. في الضرب احنا حطينا معلقه السمنه، 1 كوباية سمنه، كوبايه السمنه معلش الصيام بقى يا شيف. 1 كوباية سمنه ونص كوبايه سكر بودر مع 2 دقيق. نص كوبايه سكر بودر. ايوه سكر عادي وبنطحنه يعني؟ ممكن عندك سكر. انا طبعا بطحنه، انا ما بجيبش السكر اللي بره بصراحه. هو بيبقى جاهز السكر مطحون؟ طبعا السكر المطحون بيبقى جاهز ومتوفر في كل الاماكن يعني. بيبقى غالي ولا رخيص؟ لا مش غالي، بيبقى اغلب السكر العادي حاجه بسيطه يعني. تمام. بس انا طبعا بحب اجيبه وبعمله انا في البيت عشان ايه ابقى مطمنه. تمام. الصيام يا شيف الصيام. ايوه حتى المضرب المضرب زعلان. بسم الله. بسم الله. هنبدا نضرب السمنه بتاعتنا. طبعا احنا بنلاحظ ان لونها بيبيض. انا شايفاها بيضه اصلا. ايوه لا بتبقى هشه زياده. تمام. وبنبدا نضيف نص كوبايه سكر البودر. ده احنا هنبدا البتفور الساده الاول صح؟ ايوه البتفور الساده. هما الاثنين نفس العجينة بس احنا بنزود في السويدفور الثاني بنحط له الكاكاو الخام. ايوه لو ملاحظه شايفه ابيضت. طبعا بصي المنظر بقت عامله ازاي، ابيضت خالص، بقت هشه جدا. تمام. نضربها كمان شويه. احنا السكر مع السمنه بس. السكر مع السمنه الاول، اول حاجه السكر مع السمنه. تمام. هنبدا بقى نجيب عندي البيضه اللي احنا هنبدا نفصل الصفار بتاعها عن البياض لان احنا مش محتاجين غير الصفار بس. دي جديده فصل الصفار اول مره اشوفها. هنعمل كده اهي وهي الله. موجوده اهي. بسم الله. بننزل كده. ايه ده؟ طبعا البياض كله نزل. شطوره يا شيف هوايدة. ونزل الصفار لوحده. عايز اشمعنى بقى البياض ما بناخدهوش؟ البياض بينشف الحاجه شويه، بينشفها وهي طبعا محبذ ليها في البتيفور اللي طاري. هو الصفار. الصفار بيبقى افضل للبتيفور. ونبدا نضربها تاني. احنا معانا تليفون. طبعا بعد ما خلصنا ده هنجيب ذره الفانيليا اللي عندنا اللي حضرتك المره فاتت حطيتيها بدل ريحه الكحك. ايوه اللي انا حطيتها على سالت ماما قالت لي الاثنين ينفع. ايوه بس دي حضرتك طريقتك مودرن شويه. دايما دي مع الخبيز بتبقى حلوه قوي. وطبعا عندنا نقطه خل، نقطه صغيره خل بس نحطها معاها دايما، بتبقى مع المخبوزات بتبقى حلوه جدا. وهنبدا بقى ايه نديها ضربه تاني.
وننزل بقى بالدقيق. ما حطيناش الدقيق الاول ليه بقى؟ لا الدقيق شفتي الاسئله بقى؟ ما ينفعش تحط لما نضرب دي لازمه المذيعه بقى بالاسئله الغريبه دي يا شيفوان. نبدا بقى نحط الدقيق بتاعنا. عارفه يا شيفوان الحاجات دي هي اللي بتحسسنا بالعيد. اه طبعا فرحه العيد حتى لو بنجيب جاهز برضو الحاجات دي يعني ريحه الخبيث في أيوة البيت. ايوه في البيت دي حاجه طبعا حاجه وعاده زمان كانوا بيقولوا بركه يعني الريحه دي بتبقى بركه في البيت. اه طبعا وتبقى عاده علينا بقى عاده علينا ده الواحد بيبقى طبعا متشوق للايام دي تيجي وكده يعني ظل الاجواء اللي احنا عايشينها دي ومفيش بقى لبس العيد. اه طبعا جبتي لبس العيد للولاد ولا والله جبت لهم برضه عشان يفرحوا يعني. طبعا احنا هنبدا بقى نمسكها بايدينا. انا عايزه الاول طبعا اخد الحاجات اللي هنا دي لان طبعا دي حاجات مهمه جدا. اه بالنسبه لك يا شيف وايده مفيش حاجه. مفيش حاجه طبعا لازم لان طبعا بتفرق في المقدار. اه لان دي السمنه والحاجات بتاعتها بتفرق في المقدار. تمام. انا شايفه شكل البتيفور يجنن. هنبدا نعمله كده. تسلم ايدك يا شيف. تسلمي. خليها تبقى متركبه وناخد كده. احلى حاجه طريقتك البسيطه. بسيطه وسهله وبسرعه. ناس كتير جربت الكحكه على فكره المره اللي فاتت. قالوا مش هنخسر حاجه في كيلو دقيق. ما اخدش خمس دقائق عمايل وبيبقى طبعا لا مش كميل. خمس دقائق بس يعني. لا يعني عمايله انت محضره الحاجات بتبداي خمس دقائق تعملي بيهم ما بياخدش اي حاجه منك. لا حضرتك متميزه يا شيف. ربنا يخليك. متميزه وسريعه وطريقتك بسيطه وجميله. احنا معانا تليفون محمد. ايوه. اشارك في البرنامج لو سمحت. ايوه اتفضل. ما شاء الله عليكم يعني بس انا كنت عايز اعرف طريقه الغريبه لو سمحت. حاضر عينينا. تابعنا ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم ومتشكرين جدا على اللي بتقدموه. ربنا يخلي حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ويا ريت تجربوا بقى حاجه من الحاجات اللي الشيف وايده بتعملها. ماشي ماشي يا فندم. ميرسي جدا ليك كل سنه وانت طيب مع السلامه. ايوه يا شيف حطينا ايه يا شيف وايده؟ حطينا الدقيق على السمنه وعلى السكر البودر وبنبدا ان احنا ايه نخلطهم مع بعض نمزجهم ببعض. الله. طبعا هي كل ما بتتمزج كل ما بتمسك الاغاني بقى بتاع ليله العيد كده واحنا شغالين. لا والله بجد الحاجات دي بقى يعني انا هروح اتقمص الدور في البيت. لا وفي كمان بقى اغنيه دايما بتاثر فيا قوي لدرجه ان انا بعيط. تم البدري بدري دي بتاثر بيها جدا. فعلا الايام بتجري. احنا فين من اول حلقه يا شيف وايده؟ اه طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا زعلانه ان احنا خلاص كده اخر حلقه لينا مع بعض في رمضان. ان شاء الله نتكرر تاني في برامج تانيه وتبقى حاجه كويسه باذن الله. احنا هنا خلصنا عجنناهم كلهم مع بعض لازم تبقى مفتفته كده. اذا لقيناها مفرفته شويه كده طبعا نعمل ايه نجيب شويه لبن صغيرين خالص ونحطهم كده ونمسكها بيهم. البوتاجاز ده احنا محتاجينه في حاجه؟ البوتاجاز لا بس فيه يا ريت. يا سلام فينك من بدري يا شيف. طبعا هي كده بقى مسكت تمسك في بعضها هي. اه تمام. احنا حطينا ايه من الاول يا شيف؟ حطينا السكر الاول السمنه ضربناها بالمضرب لحد ما بقت هشه وبيضه. حطينا عليها السكر البودر النص كوبايه سكر بودر حطيناها عليها وبدانا ان احنا نضربهم مع بعض تاني وحطينا صفار بيضه وبدانا نعجنهم مع بعض. حسينا انها مفروله شويه حطينا شويه لبن صغيرين تلم بيها العجين. لا هي لمت متهيألي هي هتلم طبعا وكل ما بندعكها شويه او بنعجنها شويه طبعا السمنه بتمسك فيها وبتبقى كويسه. هي يا شيف انا مبسوطه ان حضرتك جيتي النهارده رغم تعب رجليكي. اه والله واقفه بتعمل لنا البيتيفور وصممتي يعني وما اعتذرتيش عن الحلقه. وانا ما اقدرش بقى بنحيي حضرتك طبعا. ربنا يخليك. لا ما تاخريش عن برنامجك طبعا. وعن الناس المشاهدين الكتير اللي بيتابعوا حضرتك وكانوا مستنيين من الحلقه اللي فاتت حلقه البتيفور. فميرسي جدا ليكي يا شيف والف سلام عليكي. الله يسلمك. احنا طبعا هنا عملنا البتيفور اهوت العجينه بقت زي الفل طبعا ما فيهاش اي حاجه صعبه بقت ماسكه مع بعضيها. انا بحس ان كل حاجه حضرتك بتعمليها سهله. ربنا يخليك. باجي اطبق بقى في خطوات يا شيف وايده بتقع مني. على فكره هو انت بقى الممارسه هتلاقي نفسك بداتي ان انت تعمليها. طبعا انا بجيب بشكلها بالماكينه بتاعه البتيفور اللي بتحط فيها العجين. بتحط فيها العجين بنعمله كده بايدينا عشان يتمسك معاه طبعا. اما هو مسك خلاص اهو يا شيف. اه بقت ناعمه جدا. بنبدا ان احنا نحطها هنا. شيف وايده طب يعني اللي ما عندوش المكنه بتاعه البتيفور في القمع في حاجه اسمها القمع ده طبعا. اه القمع سهل جدا القمع بتاع الحلويات زي بتاع البسكوت بس احنا اللي هو بتاع الحلويات
ممكن نعمل بيه البيتي فور بيبقى زي الفل. طب حلو قوي دي حضرتك بتسهلي على الناس اللي ايوه بسم الله. هنبدا بقى طبعا نشكلها. الصاج ما بيتحطلوش سمنه او حاجه أو لا زي. هي اصلا كلها سمنه. اه تمام. هي مش مستاهله مش محتاجه يعني. هنبدا طبعا بنعمل كده. هي طبعا في الاول كده بتبقى عامله شويه وقت. بتاخد وقت عشان اول حاجه. ايوه لازم اول واحده تبوظ مش عارفه ليه. لا هي مش باظت زي الفل بس هي ماسكه شويه وصغنونه يا شيف هويده وجميله. ايوه انا بحب الحاجات الصغيره دي قوي. اه الله تبقى فرحه في البيت فظيعه يعني رغم انه تعب برضو بس الفرحه بقى ومجهود حتى لو طلعنا كميه صغيره يعني وحاجه. لا هي على فكره ما بتبقاش صغيره ده بتبقى كميات كبيره اكتر من اللي بتشترى بره بتبقى افضل كمان منها. خلي بقى الولاد يساعدونا في البيت. اه طبعا هما بيبقوا فرحانين بقى جدا وعمالين يمسكين لها كل واحد عارف بتاعته اللي عملها. أيوة. لما تستوي ياكلها طبعا ده بيبقى شكلها. تسلم ايدك يا شيف رائعه رائعه. دي طبعا المكنه بس شويه لسه ما اشتغلتش. دي جديده يا شيف هويده؟ اه لا الانتاج صارف ومكلف. طبعا ده الشكل بتاعها تبقى في منتهى الجمال. حلوه جدا. طب شيف هويده هدخلك كده في حته تانية سريعه معلش. انت عارفه ان احنا خلاص النهارده الاربع فاضل يومين او ثلاث ايام تقريبا على العيد. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. ودلوقتي خلاص حضراتكم وستات البيوت كلهم مش فاضيين ان هم يعملوا اكل. أيوة. نعمل ايه كده واحنا بنعمل البيتي فور؟ والله وانت بتعملي البيتي فور حاجات سهله جدا ممكن إيه تتعمل. انا عن نفسي امبارح وانا بعمل الحاجات دي في البيت عملت عجه وبابا غنوج. اه والله طلعت في منتهى الجمال. عندك مثلا المكرونه ممكن سلوي كيس مكرونه ممكن تعمليه باي طريقه. اولا هتعملي له صلصه على البوتاجاز هتحطي فص ثوم مع شويه زعتر ومع الطماطم ومعلقه صلصه ونص معلقه سكر وملح خلاص وتسبكيه ده بقت مكرونه. هتجيبي وايت صوص برده فص ثوم مع معلقه دقيق هتقلبيه فيه مع الثوم وتحطي شويه لبن او كريمه طبخ ما عندكيش كريمه طبخ عندك لبن هتحطيه هيتقل مع الدقيق تحطي مع المكرونه تبقى مكرونه بالوايت صوص. طبعا هتجيبيه تحمري شويه في السمنه خليهم بني مع معلقه صلصه مع ميه او شوربه او اي حاجه. بصي جميله مكرونه محمره فطبعا كل الحاجات سهله الاكل سهل بس هو عايز طوله بال شويه. لا ده انتوا بتكروتونا في الاخر بقى خلاص. طبعا انا متهيألي حضرتك هتقعدي شهر بعد رمضان مش هتعملي اكل. لا بيتهيألي طالما في اولاد بيبقى لازم هنقضيها عجه وهنقضيها والله ابدا شكشوكه. المشكله عندي في البيت ان انا اولادي منقسمين بنتي عايزه اكل دايت على طول الوقت. ابني الكبير ما بياكلش لحوم ولا سمك ولا عايز كل على طول فراخ. التانيين عايزين ناكلوا لحمه فطبعا تبص تلاقيني كل يوم كل الاطراف مفيش حاجه بترضيهم هم كلهم جميعا لازم اعمل ثلاث اصناف اكل علشان عشان يبقوا ربنا معاكي. بس البيت فور بقى هم مش هيختلفوا عليه؟ لا ما بيختلفوش بقى عليه. طبعا احنا ممكن بقى احنا عندنا الكاكاو الساده الخام هنخلطه بالعجينه وهيبقى بالشكل ده وهنبدا نشكله زي ده بالظبط. هنحط عليه نعمل ده وهنبدا نعجنه اهو. دي تاني طريقه البيتي فور بالكاكاو. نعمل على جزء أنا منه. انا بحب اللي بالكاكاو ده قوي. اه وطعمه جميل جدا. اه هنحط على جزء منه وهنبدا ان احنا نعجنه. ولادي كمان بيحبوا البني الشوكليت ده اكتر من التاني. كل الاطفال كمان هتحبه. اه طبعا القيمه الغذائيه عاليه جدا. لبن ودقيق. لبن ودقيق وسمنه وسمنه وبيض وكاكاو لا هم اي حاجه فيها كاكاو الاولاد بيحبوها. اي حاجه فيها شوكولاته الاولاد بيحبوها. ممكن ادم ياكلها بقى. اه طب ايه يعني انت ما قلتليش انا هروح بأني طبق النهارده؟ والله انت اللي عاجباه اللي عايزاه. انا هختار الكاكاو يا شيف. كل اكل جميل يا شيف. بيعجبك ربنا يخليك. احنا معانا تليفون. الخط قطع. الو. ايوه. ممكن اشارك؟ اي اتفضل نتعرف بيك. اي محمود. اهلا بيك. المقاديس حضرتك اللي بالنسبه للسمنه والحاجات دي. تمام. تفضل انها مثلا تبقى سمنه عاديه ولا سمنه بلدي؟ والله السمنه هل دي بتبقى مثلا بنسب معينه عشان الاطفال ولا بتتعمل كده بطريقه عادي يعني عشوائيه؟ بصي يا محمود هي طبعا الدراسات كلها اثبتت ان السمنه البلدي دي اصح سمنه. السمنه البلدي بتاعتنا بتاعت المصريين بتاعت الفلاحين هي دي اصح سمنه لان طبعا كل اللي فيها مفيش كوليسترول ولا في كلام من ده. فطبعا السمنه البلدي بتبقى جميله جدا وخفيفه وبتدي ريحه حلوه جدا. يعني عادي الكميات اللي احنا بنعملها. عادي الكميات اللي احنا بنعملها ما بتاثرش على اي حاجه يعني السمنه كويس. وفي ناس بتحب تعملها بالسمنه الثانيه برده عادي ما فيش مشكله. لكن السمنه اللي احنا بنعمل بيها البلدي ما فيهاش اي خطوره. ميرسي ليك يا محمود وتابعنا وكل سنه وانت طيب. طبعا انا عملت بقى اللي هو الجزء اللي بالكاكاو. كاكاو هبدا برده اشكله. احنا كان في حد سال على طريقه الغريبه.
ايوه. فلما حضرتك تخلصي يا ريت تقولي لنا طريقه الغريبه. بسم الله. برضو نفس الحكايه بس نزلت ايد. لا بس حلوه وجميله. هو صغنونه قوي يا شيف. ما هي عشان بص لما بتدخل الفرن مع السمنه بتسيح بتفرد تنشف شويه لا بتفرد بتنفش. شويه بتنفش وتفرد. فلما تكون صغيره كده وتفرش شويه بتبقى جميلة. افضل يعني هتطلع الحجم اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ايوه نفس الحجم. رائع يا شيف رائع. تسلم ايدك يا شيف. وايد انا زعلانه انا مش عايزه افتكر. طبعا احنا كده عملناها. نبدا احنا بقى نشكل ده نكمله. هي بتطلع بنفس الشكل ده بعد ما تتخبز ان شاء الله. تسلم. وهي في الفرن. انا عايزه اكمل بقى لو سمحت. وهي لا هي جامده عليكي شويه. توريني كده اجرب. اديني الصوره. اتكي عليها من فوق وانت بتعملي كده. اه كده يا شيف. لا اتكي من فوق على دي ونزل. بصي سيبيها. ايوه اتكي جامد من فوق. ايوه واعملي بقى اضغطي اضغطي جامد كده. اكيد اضغطي جامد. نزلت. نزلت ايه يا شيف هويدا؟ نزلت ايه يا شيف هويدا؟ دي عايزه يعني عايزه فولاذ قوه. انا نفسي انزلها الحقيقه. اجمدي على بس جامد شويه كده وهتلاقيها نزلت على طول. انا اعتبر ان دي لا اتفضلي يا شيف. ان هي هعتبر ان هي انا فشلت يا شيف. اتفضلي. احنا كده خلصنا البيتي فور. أيوة. بالكاكاو والبيتي فور الساده. هنبدا بقى نعمل البسكوت بتاعنا. مقادير البتيفور نزلت على الشاشه. تمام. نقولهم مقادير البتيفور. مقادير البتيفور معانا كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر بودر، صفار بيضه، صفار بيضه واحده، رشه فانيليا ورشه ونقطتين خل عشان ريحه البيض. تمام. بعد طبعا الطريقه جات ان احنا بنضرب الاول السمنه لحد لما تبقى هشه وبيضه، نحط عليها السكر ونكمل ضرب، بعد كده نحط البيضه، وبعد كده بننزل بالدقيق ونبدا نشكل. تمام. هنبدا دلوقتي نعمل بسكوت. بسكوت سهل ولا اسهل؟ البسكوت العادي اللي احنا بنعمله. البسكوت اللي احنا بنعمله بس بطريقه سهله جدا ومش مكلفه واقتصاديه وسهله ومفيش وقت ولا في اي مجهود. عندنا كوبايتين زيت. تمام. بنحطهم. زيت مش سمنه. زيت مش سمنه. اشمعنى بقى؟ هو ده دي طريقه اقتصاديه. يعني بدل ما عشان البوتيفور كله سمنه والكحك كله سمنه. فحبينا بقى نغير شويه ونخليها المره دي زيت يعني. طبعا كوبايتين زيت. ننزل مقادير البسكوت على الشاشه. نص كوبايه لبن وثلاث بيضات بس كده. ايوه ثلاث بيضات بس. اقصد مش بس كده المقادير. المقادير اهي معانا على الشاشه. البسكوت كيلو دقيق، 2 كوب زيت، 3 بيضه، كوب ونص سكر، نص كوبايه لبن دافي، باكت بيكنج باودر، 2 معلقه كبيره خل، ربع كوب نشا، باكت فانيليا. طبعا احنا عملنا كده. هنيجي على الخلاط. احنا حطينا ايه؟ حطينا الحاجات السايله اللي هي اللبن والزيت والبيض. تمام. بس عايزينك تغطيه بس عشان ما هنبدا نحط. مش عايزين كوارث. بسم الله. متلاقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الفيشه بتاعته. احنا حطينا الزيت على اللبن. زيت على اللبن على البيض. تمام. اول ما بدا يعمل كده هننزل بالسكر. قد ايه سكر؟ كوبايه ونص سكر. طبعا انا بعمل كده لان الخليط كبير فلازم يتملى. ريحه البتيفور تجنن. طبعا دوت شغال اهو. بنحط معايا برده معلقتين كبار الخل. عشان ريحه البيض. تمام. حطينا ملح. هما ليه بيحطوا مع الحلويات ملح؟ لازم تحط مع الحلويات ملح. لازم حتى الكيك رشه ملح. الكيك حضرتك قلتي لي ان لازم تحطي يعني لازم رشه ملح. مع دقيق. الحاجات دي كلها بتبقى عوامل مساعده. بتعلم منك كتير على فكره. ان هي تخلي الحاجه ايه تبقى هشه وكويسه. حطينا رشه ملح هنا. تمام. ونبدا نضربه تاني. طبعا الخليط كله تجانس مع بعضه. تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ عندي بقى على الدقيق كيلو الدقيق اهوت اللي عندي. هنبدأ نفضيه هنا.
ونحط عليه تلت كوبايه النشا، ربع كوبايه النشا اللي انا قايلين عليها في المقادير. تمام. ومعاها باكت بيكنج باودر. الله الله على الطريقه السهله كده، ولا اسهل منه؟ لا، وتشوف الشطه كمان تنظف مكانها يعني. ايوه، المفروض بقى لازم عشان نظف المكان. انا بدخل اعمل مكرونه المطبخ بيتقلب يا شيف. شويه بشويه هتتعلمي. هنبدا بقى هنا ننزل الدقيق. طبعا انا بخلط الدقيق اهوت مع النشا مع الباكت البيكنج باودر. بيكنج باودر ليه بقى؟ عشان عشان ينفش حاجه، ده تخمير زي الخميره كده ما حطيناها في الكعك. هنبدا نحط عليه ونبدا نعجن. احنا معانا تليفون، الخط عمال بيقطع النهارده يا شيف. تليفونات كتير بقى عشان العيد. كل سنه وانت طيبه. كل الناس بتدور على طريقه بقى، على طريقه الكحك. احنا عملنا لهم الحلقه اللي فاتت اهو، وطريقه اللي هو البسكوت والغريبه والحاجات دي. من اظرف الحاجات اللي جت على صفحه البرنامج، واحده بتقول انا في سنه اولى مطبخ، سنه اولى جواز، وعملت حاجات كتير من الحاجات اللي الشيف وايده عملتها. طب الحمد لله، اتبسطت جدا يعني. دي حاجه كويسه جدا. طريقتك بسيطه. طريقه بسيطه وسهله، وبعدين بتطلع بنتائج جميله. طريقه سهله وطريقه اقتصاديه وبتناول لايد كل الناس. تمام. وفي الاخر بتطلع النتائج بتاعتها كويسه. تمام. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا بقى ان احنا، انا كنت عايزه جلافز هنا. مفيش جلافز؟ مش عارفه راح. ممكن عادي شيف، مش لازم جلافز يعني. حتى اشتغل بيها بايديا وخلاص. انت في البيت بتعملي كده. بعمل بايديا. ايوه. طبعا هنبدا نخلطه مع بعضه، هو بيبقى هش جدا وجميل. تمام. ده حتى تحسي بقيمه العجينه وهي. ايوه. انا بحب اعمل عجين بايديا، ما بحبش جلافز بصراحه. اغلب لان انا بحس بيه، يعني انا بحس العجينه طبعاً عامله ازاي. محتاجه ايه؟ ناقصه ايه؟ أيوة. احنا معانا دقيقه يا شيف هويده. خلاص احنا خلصنا اهو. خلصنا خلاص. مخرج بيزن. نلمه بس كويس، هو هيبقى ملزق في الايد شويه كده، مفيش اي مشكله. يعني ده طبيعي؟ اه ده طبيعي، لان هو بعد ما بيستنى شويه. اهم حاجه تطمني الستات البيوت اللي بتعمل. ايوه، هو هيلزق في ايدك كده شويه، دي حاجه من عوامل نجاحه يعني. تمام. مفيش مشكله. تمام. احنا عملناه كده كويس، هنبدا بقى نسلكه من ايدينا كده. تمام. اصلا اللون الاصفر ده جميل قوي. الاصفر بقى من البيض. لا، واصلا البسكوت شكله رائع طبعا. يجنن. بصي بيتخبز بيبقى جميل جدا وقرمش جدا. ده بقى مع شاي بلبن بيبقى تحفه كده. انت خلينا نفطر يعني. هيحبوه. انت كده خلينا نفطر. طب ده بقى يوم الوقفه ان شاء الله كده. انا بقى بعمل الحاجات دي واشيلها، ما ببينهاش لاولادي. والله. عشان نحسوا ببهجه العيد. ما تطلعش غير يوم العيد. آه ماما كانت بتعمل كده يوم العيد بقى الصبح كده. طبعا انا عندي هنا القمع بتاع الحلويات، كيس الحلويات سهل جدا اهو، متوافر ومع في كل حته. ايوه موجود في كل مكان. ومعاه القمع اهوت، ده القمع بتاع البسكوت. تمام. بنركبه طبعا فيه. احنا عايزين نوري لهم واحده كده قبل ما حلقتنا تخلص. نعمل اهو. شيف وايده، احنا مبسوطين جدا بيكي، مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده وما اعتذرتيش. طبعا احنا لازم نسيبه شويه بعد ما بنعمله، بنسيبه نص ساعه. تمام. علشان ياخد مع بعضه كده ويبدا يبقى كويس، ونبدا ورينا ان احنا نشكله. بسم الله. طبعا برده بطريقه سهله جدا اهون. الله. طبعا ايه شايف الجمال ده؟ شايفين البسكوت طالع هش جدا، ناعم ومتساوي، مفيش اي حاجه طالعه فيه، كله والفورمه بتاعته ممتازه. طبعا بيتخبز بيبقى تحفه تحفه تحفه. ميرسي جدا ليك يا شيف وايده، وطريقه سهله وما اخدش خلصت. ما اخدش خمس دقائق. طبعا بيطلع بيبقى بالمنظر ده، احنا رائع. هنشوفه طبعا خفيف. هتاكلي ولا ايه يا شيف؟ بصي من جوه عامل ازاي. يجنن. من جوه فظيع. تسلم ايدك يا شيف وايده، ومبسوطين جدا بيكي. طبعا في حاجه بس بسيطه عايزه اقولها. تفضلي. ممكن احنا في البوتيفور دوت لما نيجي نعمله. يعني انا عاملاه ساده كده، عاملاه زي ده بني ابيض. احنا بقى ممكن ناخد تشكيله من ده. نعمل ايه بقى؟ بناخد ده، وعندنا مربى، اي نوع مربى بنفضلها. ايوه التكايه دي مهمه. أيوة. جدا. بنحطها هنا كده. تمام. ده من دي،
عليها. انا عشان كده عاملاهم هما الاثنين شكل بعض. تسلم ايدك يا شيف. نحطهم هنا، الولاد بيحبوا طبعا الحاجات الملونه دي. ميرسي جدا ليك يا شيف هويده، وكل سنه وحضرتك طيبه. طبعا بيبقى شكلها جميل وملفت للولاد. كاميرا كيب بقى الشكل الرائع ده. تقولي بقى اي كلمه كده لمتابعينك. كل سنه وانتم طيبين، وكنت سعيده جدا معاكم، ودايما يا رب كده نعمل برامج كويسه ونول اعجابكم ان شاء الله، وتنفذوا الوصفات اللي انا قلتها لكم هتلاقوها سهله وبسيطه. وكنت سعيده ان معاكي يا هنا. حبيبتي يا شيف هويده، كل سنه وحضرتك طيبه وان شاء الله مش اخر لقاء، ونتقابل تاني برامج تانيه باذن الله. وتابعوا بقى الشيف هويده على قناه اليوتيوب بتاعتها ان شاء الله. ميرسي جدا، وكل سنه وحضرتك طيبين وبالف خير حبيبتي. أعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون نالت إعجاب حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين وفي أتم صحة وأتم سعادة. إلى اللقاء.